أثابكم الله. يقول السائل: يوجد معهد لتكوين الأئمة، وخلال التكوين يفرضون عليهم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد يوميا، فهل يجوز التسجيل فيه؟ جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن جماعية سبق أن أجبنا عنها، إن كان القصد منها التعليم، إن كان القصد منها التعليم، يقرأ المعلم الآية ثم يقرأها الطلاب المتعلمون من أجل أن يتعلموا القراءة لا بأس بذلك. أما القراءة الجماعية من أجل التلاوة هذا بدعة، قراءة الجماعية من أجل التلاوة هذا بدعة. كل مسلم يتلو القرآن منفردا، مثل الذكر، ما ذكرنا الذكر يكون انفراديا لا جماعيا، كذلك تلاوة القرآن تكون انفرادية إلا في حالة التعليم. نعم.